على ثقة أيها الأبطال بأن لدى كتائب القسام ما ينجز بعون الله وتوفيقه صفقة مشرفة لأسرانا وشعبنا ولأمتنا ولكل طلاب الحرية في العالم. طلعنا من مكبرة كأننا طالعين من المكبرة، نحن الآن أحياء ولدنا من جديد. صفقة وفاء الأحرار محطة عز وأمل لآلاف الأسرى. يصادف اليوم 18 من أكتوبر الذكرى 9 لصفقة وفاء الأحرار التي تعد أضخم عملية تبادل بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني بعد مفاوضات عسيرة ومد وجزر استمرت لمدة 5 سنوات. ركع المحتل ووقف العالم يشهد انتصار المقاومة. اليوم وبعد 9 سنوات ورغم الأوضاع الصحية وانتشار جائحة كورونا أبينا أن تمر الذكرى دون وقفة. نستضيف اليوم أسيرين محررين وشاهدين على مراحل الصفقة ليحدثانا عن الصفقة بين الماضي والمستقبل. نستضيف في هذه الحلقة الخاصة عضو المكتب السياسي لحركة حماس والأسير المحرر في صفقة وفاء الأحرار صفقة شليط عبد الحكيم حنيني، والمحلل السياسي والخبير في الشأن الصهيوني الأسير المحرر محمود مرداوي. عدنا بالذاكرة 14 عاماً وسألنا عضو المكتب السياسي في حركة حماس والأسير المحرر في صفقة وفاء الأحرار عبد الحكيم حنيني عن اللحظة التي تلقوا فيها خبر أسر جلعاد شليط فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المجاهدين وعلى من دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الذكرى المباركة للصفقة المباركة لصفقة وفاء الأحرار، في هذه الذكرى الكريمة الطيبة نتقدم بهذه الكلمات لمركز حضارات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك هذا الجهد. أولا بالنسبة لكيفية تلقينا كأسرى لخبر أسر شليط، ما زلت أذكر تلك اللحظات وتلك الدقائق ولن أنساها ما دمت حيا. تلك اللحظات كنت في سجن عسقلان في المجدل، وسمعنا عبر الأخبار العبرية أن هناك فقدان لجندي قد تم أسره على حدود غزة. في تلك اللحظات بدأ التكبير بصوت عالي يهز أرجاء وجدران سجن عسقلان بشكل غير طبيعي، ومن كافة الأسرى ومن كافة يعني بتشكيلاتهم وفصائلهم السياسية الوطنية والإسلامية الكل يكبر. وأنا كنت موجود في زنزانة في قسم دال، ما زلت أذكر كنا 18 أسرى، الكل سجد شاكرا لله على هذا الخبر المفرح، الكل يكبر، الكل نعانق بعضنا بعضا ونبارك لبعضنا البعض. ثم بدأ البكاء، هنا أسير يبكي وهنا أسير يضحك، وهنا المشاعر اختلطت بشكل كبير يعني يعلوها الفرح والسعادة في كل أنحاء الزنازين. هذا يعني تلقينا الخبر في لحظات أسر الجندي شليط في تلك الفترة. وعن ملامح الإنجاز الوطني للصفقة قال الأسير المحرر والخبير في الشأن الصهيوني محمود مرداوي: بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن اتفاق التبادل من داخل الأرض المحتلة أسر ثم احتفاظ بالأسير ثم المفاوضات عليه ثم إنجاز الصفقة يعتبر من أفضل و
يعني أمايز الصفقات التي عقدت نظرا لأن ارتباط الأرض المحتلة بالمقاومة وحاجة الأسرى بالإفراج كبيرة واستعدادها للتضحية أعلى، فقدرة الفلسطيني لدفع الثمن حاضرة في كل وقت وأسهل من يعني تحقيق ذلك في الخارج. فهذه الميزة الحقيقية أثبتت أن المقاومة قادرة على فعل هذه التراتبية أسرا ثم احتفاظا ثم يعني مفاوضات ثم إنجاز الصفقة، مما يعطي أملا دائما وهو ما هو حاصل في الوقت الحاضر للأفواج التي تلي من النضال اعتقالا بفرج قريب بإذنه تعالى. وفي الحديث عن خبر تلقيهم إعلان التوصل لصفقة التبادل بعد مد وجزر ومفاوضات عسيرة، قال حنيني: ما زلت أذكر أيضا تلك اللحظات، كنت في سجن رامون الصحراوي، تواصلنا مع قيادة الحركة ومع الشيخ صالح العروري تحديدا حفظه الله وأكرمه الله هو وإخوانه جميعا، وبدأ الأحبة يسجلون الأسماء التي تم التوافق عليها للتحرر، وبدأ إحصاء الأسماء. هذا قبل تحررنا بيوم بالضبط، فعلمنا قبل التحرر بيوم أن هناك صفقة وتم الاتفاق، وهذه الأسماء هي التي سوف يتم الإفراج عنها. طبعا بكل صدق وصراحة كانت تلك ليلة صعبة جدا جدا، لأنها ممزوجة بين الفرح والحزن. فرح الأسير أنه يعني أنا كنت في زنزاني رقم واحد، فرحي الداخلي كأسير أنني بعد تقريب 20 عام سوف أخرج وأولد من جديد وأتحرر وأتنسم هواء الحرية، ثم حزني الداخلي على إخوة لي يشاركوني في الزنزانة لم يتم الإفراج عنهم. فكان شعور الأسير المحرر يحاول أن يكبت فرحه احتراما لمشاعر الأخ اللي باقي، وأيضا الأخ اللي باقي كان يكبت يعني تأثره ونقول حزنه لعدم الإفراج عنه أو تحرره. هذه المشاعر كانت مختلطة وصعبة جدا جدا جدا، تخلص يعني تحررنا منها، من هذه المشاعر المختلطة عندما فارقنا بعضنا البعض ببكاء ومعانقة وبكاء وحزن على من تركنا خلفنا من إخواننا ومن أحبائنا الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم فرجا عاجلا قريبا. فهذه المشاعر كانت تختلف عن مشاعر عندما سمعنا خبر الأسر، مشاعر التحرر كانت ممزوجة جدا بين الفرح والحزن بسبب الظروف التي عشناها ليلة كاملة في سجن رامون حتى خرجنا من ذلك السجن. وأشار مرداوي إلى أهم العقبات التي واجهت المقاومة لتحقيق الصفقة. نعم، بدون شك الاحتلال حاول طول الوقت أن يمنع نجاح هذه التجربة، بحيث حاول أن يؤخر حتى لا تنجز، ثم المفاوض الذي كان وسيطا كان يعني يميل إلى العدو الصهيوني خاصة الألماني، أخر هذه الصفقة وماطل فيها. هذه أهم أعتقد الأسباب التي أخرت الصفقة حتى تم إنجازها بعد 5 سنوات. وفي سؤاله عن أهم الدروس والعبر من صفقة وفاء الأحرار التي يمكن أن نسقطها على صفقات تبادل أخرى، قال مرداوي: نعم، هذه الصفقة استطاعت أن تنجز إنجازا عظيما أفضل من كل الصفقات. أهم الدروس أن المفاوض الفلسطيني يستطيع أن يرفع السقف إذا أدار الملف بشكل جيد كما حدث، لربما إعادة تدوير جدولة الأسماء ويعني المعرفة التامة بكل الملفات أكثر مما كان، مع أنه كان يعني عميقا،
يمكن المفاوض الفلسطيني من تحقيق أكبر إنجاز في الصفقات القادمة. يتعلق عائلات الأسرى اليوم بأمل عقد صفقات جديدة، عقدين الأمال على الجنود المختطفين في غزة. في هذا الشأن سألنا عضو المكتب السياسي في حركة حماس عن هل هناك إنجاز صفقة وفاء أخرى في القريب العاجل؟ حسب معلوماتي أن الأمور ما زالت واقفة بسبب تعنت العدو الصهيوني من الاستجابة لطلبات كتائب عز الدين القسام ولطلبات المقاومة من عقد صفقة مشرفة. لذلك الذي يتحمل المسؤولية لغاية الآن من تأخير عقد هذه الصفقة هو العدو الصهيوني والحكومة العدو التي لا تزال وعلى رأسها نتنياهو، التي لا تزال ترفض اللي هي إعطاء المقاومة ما تطلب. ترى وبعد 6 سنوات من اختطاف الجنود، ما سبب تأخر إنجاز صفقة تبادل جديدة؟ نعم، كل العوامل المشتركة تقاطعت وأسهمت في هذا التأخير. أولا يعني ارتداد وتأثير الصفقة السابقة وفاء الإحرار الأولى، ثم الوضع الإقليمي ويعني وجود إدارة ترامب التي لا تؤمن بهذا الخيار، ثم الحكومة باشتراك أحزاب يعني اعتمدت في برنامجها السياسي للجمهور عدم الموافقة على صفقة. وعامل أخير لربما هو المفصلي، عدم خروج شريط يظهر أن الجنود أحياء بحيث يتجند الجمهور الصهيوني والإعلام لخدمة تحقيق هذا الهدف. هذه الثلاث عوامل مع عوامل أخرى ثانوية أقل تأثيرا أسهمت في تأخير يعني عدم إبرام صفقة جديدة وفاء أحرار اثنين. الوسيط المصري نجح في إتمام صفقة شريف، فهل ستعود الحركة للوسيط المصري مرة أخرى لإنجاح الصفقة القادمة؟ أم أن هناك أطراف محايدون ستلجأ لهم الحركة؟ بالنسبة للوسطاء ممكن يكون المصريين ممكن يكون غير المصريين، هذا حسب الوسيط الذي أو التي يطلب منه العدو التدخل من أجل إجراء صفقة. وحماس أظن منفتحة، وقيادة حماس منفتحة على الوسطاء، فهي لا ترد أحدا في هذا المجال. في الختام، هل من كلمة توجهونها لفصائل المقاومة في أسرى محررين؟ لم ولن ينسوكم بإذن الله تعالى، وسيبذلوا كل ما يستطيعون من أجل تحرركم، ولكن نسجل أولا أننا كلنا مقصرون. ما يعني هناك 9 سنوات من صفقة وفاء الأحرار، فكل قوى المقاومة مقصرة وكل الفصائل مقصرة في هذا المجال. لكم أيها الأسرى نقوله بكل صراحة، ولكن نبذل كل ما نستطيع وتبذل قوى المقاومة كل ما تستطيع من أجل تحرركم. أوصيكم بالاعتماد الأول على الله، اعتمدوا على الله، توجهوا إلى ربكم بالدعاء وجددوا معه نية الثبات والصبر. وهذا ليس كلام مزايد عليكم، فأنتم جنرالات الصبر وجنرالات العطاء، أنتم من ترفعون رؤوسنا وأنتم تاج على رؤوسنا جميعا. ولكن نوصيكم أن تتوكلوا على الله أولا، ثم أكثروا من الدعاء لإخوانكم في كتائب القسام وفي المقاومة من أجل أن يوفقهم الله إن شاء الله في عقد صفقة جديدة مشرفة بإذن. ما كلمتكم للأسرى الذين عشتم تجربتهم والذين ينتظرون إطلاق سراحهم داخل السجون؟ هذا عهد وقسم من المقاومة الفلسطينية ولا سيما حركة حماس بأن إطلاق سراحهم واجب ودين في عنق الحركة، وستبذل كل جهدها لتحقيق ذلك. لديها أسرى، لن يتم إطلاق سراحهم دون أن يطلق سراح الأسرى. إذا لم يكن هذا ثمنا كافيا فالمقاومة لديها الخيارات والاستعداد لمضاعفة ما لديها حتى تجبر العدو على ذلك. على الشعب الفلسطيني أن
يعلم أن قضيتنا قضية تضحية ووفاء، الوفاء للأسرى الذين قدموا أغلى ما يملكون وقتهم ومالهم وأعمارهم، هم في الخندق المتقدم، يجب أن نساندهم ونقف إلى جانبهم ونساند المقاومة عندما تتخذ قرارات صعبة باتجاه تحريرهم. في الختام، ما زال أسرانا على أمل تنفيذ المقاومة وعدها، وكلهم ثقة بأن القيد لابد أن ينكسر مهما طالت مماطلة العدو الصهيوني. وإلى لقاء قريب في الحديث عن صفقة تبادل أخرى قبل حلول الذكرى العاشرة من وفاء الأحرار.